أنا صائم، هكذا كان رد رجل مسن خرج من بين الأنقاض حين عرض عليه أو عرض عليه الناس شرب الماء عقب جريمة رداع، رجل الذي نجا من الموت بإعجوبة وظهر ينادي زوجة عائشة وهي تحت الركام يرفض أن يقطع صيامه رغم كل ما حدث ورغم هول الفاجعة. المقطع أيضا هز مشاعر اليمنيين وحظي بتداول كبير على منصات التواصل الاجتماعي. نشاهد. يا الله البلد خارج بيت الفيل دولامة 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 اجرب عشي داخل يا عم احمد عشي داخل هذا على داخل زلام هادي اجرب 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 اذا ما عنديها اجرب سال 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 خلا 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 في الحقيقة الآن فقط شاهدت هذا المقطع وهو بالفعل مقطع مؤثر جدا. هذا الفيديو الذي شاهدناه سويا لاقى تفاعلا كبيرا كما قلنا وتداول البعض أخبار غير صحيحة تشير إلى وفاة الرجل. من ضمن التفاعلات ما قاله ناصر الصانع يقول في هذا التوضيح ما يتم تداوله في مواقع التواصل أن صاحب الصورة توفي الليلة بعد أن خرج من تحت أنقاض منزل المهدم بمدينة رداع قهرا على أسرته حينما عرف أنهم توفوا جميعا غير صحيح. الحاج اسمه أحمد خلبي وزوجته هي عائشة التي تحول اسمها إلى ترند عالمي وهم على قيد الحياة. وتأكيدا لما نشر بخصوص قصة المسن وأنه لا يزال على قيد الحياة فقد تداول ناشطون مقطعا مصورا للحاج أحمد وهو يحمد الله على مصابه. نشاهد. منشور حقك عمي احمد دي صوروه انه مات انه مات خرجهم قالوا له اشرب قالوا صايم هو هذا عمي احمد كيف حالك يا حاج؟ حياك الله يسلمك الله يعافيك الله يحييك والله نحن بحمد الله وشكره الحمد لله ما جاء من الله حيابه امين